تنتمي الجماعة الترابية أولاد دحو إلى قيادة التمسية دائرة أيت ملول عمالة إقليم إنزغان أيت ملول في جهة سوس مسا. يبعد سوق أولاد دحو حوالي 10 كيلومترات عن مركز أولاد تيما عبر الطريق الوطني رقم 10 القادمة من أكادير والمتجهة إلى تارودانت. يعتبر سوق الأحد أولاد دحو من أكبر الأسواق في المنطقة. يشتهر سوق الأحد أولاد دحو بوفرة الخضروات والفواكه الطازجة، ويعرف ببساطة الناس وقناعتهم وحسن معاملتهم. يعد من بين الأسواق المنتظمة، فهناك مكان مخصص للخضروات والفواكه، ومكان مخصص للحوم، وأيضا لبيع الأغنام والدجاج، ومكان مخصص لبيع الخبز والملابس والتوابل. مشاهدينا الأعزاء، هيا بنا إلى جولة قصيرة داخل السوق. Yes, 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 yes
Thank you.